بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ان شاء الله هنبدأ شغل تاني بأمر الله. يدعولي بس بالشفاء ان ربنا يشفيني يا رب، لاني بمر بوعكة صحية جامدة جدا. إيه هنغير من سياسة القناة شوية. إيه مش هنتكلم في الخرز بس، هنتكلم في كل حاجة تخص البيت وتوفير الحاجات، ازاي اصنع حاجات بايديا في البيت، ازاي اعمل حاجات مفيدة. بعض السلوكيات السلبية اللي معظم الأمهات بتستخدمها في تربية الأولاد أو في حياتها الشخصية، كل حاجة هنحكيها وكل حاجة هنفضفض فيها. هنتكلم في حاجات كتيرة، هنعمل أكلات، هنعمل كل حاجة، كل حاجة تخص البنوتة اللي لسه بادئة حياتها، عايزة تعرف تعمل حاجات بسيطة، أكلات بسيطة. إن شاء الله كل ده هيبقى معانا هنا في القناة، هنعمل لها شكل جديد. وأسفة إن الفيديو من غير صورة. إن شاء الله أول ما أقوم بالسلامة هعمل لكم فيديوهات كتير إن شاء الله، وكل الفيديوهات هتستفيدوا منها بأمر الله. ادعوا لي دعوة حلوة بظهر الغيب، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب لو عجبتكم قناتي.